أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت تسأل عن معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقض الثامن من نواقض الإسلام أنها مظاهرة المشركين، أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، فيرجون توضيح ذلك. هذا واضح، ما يحتاج. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ما ردة، هذا واضح إذا تحقق هذا. أما إذا التبس الأمر ولم يتبين فيه مظاهرة ولا معاونة للمشركين فلا نتسرع بتطبيق هذا الحكم على الناس حتى نتثبت ما هي المظاهرة وما هي المناصرة. إذا تحققت فإنه الحكم على ما هو عليه، أما ما لم تتحقق المظاهرة والمناصرة والأمر ملتبس فإننا لا نتسرع في هذا الأمر، ويجب على طالب العلم أنه ما يتسرع في هذه الأمور ويطلق الأحكام على طول حتى يتثبت هل تنطبق أو ما تنطبق. نعم.